هاي، انطلقت البيتزا من إيطاليا، بس معظم بلدان العالم طورت وصفتها الخاصة من هالطبق وزدت له مكونات غريبة عجيبة. البرازيليين مثلاً بيحطوا حبوب البازيلا على وجه البيتزا، الفرنسيين بيضيفوا البيض المقلي، البيتزا الاسكتلندية منا مخبوزة وإنما مقلية بالكامل. أغلى بيتزا بالعالم معروفة باسم لوي 13، وهي من تحضير الشيف الإيطالي ريناتو فايولا، وبتحتوي على 3 أنواع من الكافيار: الكراكند، نوع من الريدس من البحر المتوسط، والملح الأسترالي الزهري. كلفة البيتزا حوالي 12,000 دولار. في رابطة إيطالية خاصة بالبيتزا نابوليتانا بتحدد قواعد معينة لتحضير هالنوع من البيتزا، وعلى هالأساس تعطي التراخيص للمطاعم. مين قال إنه الهابي بيتزا هي طبق مشهور بكمبوديا عبارة عن بيتزا مطبوخة مع ماريوانا؟ أنا قال. شوفكم بكرة.